السلام عليكم ورحمة الله. رح نعمل اليوم فيديو عن النسخة الجديدة من برنامج فوتوشوب بنسخته 2022. بهاي النسخة منزلين فيتشرز جديدة بتساعد المصممين على تسهيل أمور التصميمات. صار بيحسن أي شخص عنده الأمور الابتدائية عنده الأمور البدائية للفوتوشوب إنه يقوم بأي عمل تصميم بكل سهولة. عنا الميزة الأولى هي Object Selection. Object Selection هي انه بقدر اعمل سيليكشن بس بالضغط على اي جسم. عندنا الاوبجكت فيندر، بالضغط على الاوبجكت فيندر وبوضع الماوس عن اي اوبجكت موجود فهو لحاله يقوم بتحديد الاوبجكت من دون ما انا اقوم بعمل السيليكت. ضغط انا على الاوبجكت على اي اوبجكت موجود بس بالضغط عليه، طبعا انا بكون فعلت الاوبجكت فيندر، وبالضغط على اي اوبجكت موجود هو بيقوم بعملية التحديد مثل ما عم نشوف. مثلا هذا الكرسي فهو عمل لي تحديد عليه، طبعا هو بده شوية شغل لكن هو بالنهاية حدد لي من دون ما استخدم أي أداة من أدوات السيليكشن اللي أنا عتدت. طبعا وقت اللي بيقوم بالتحديد وأنا بعمل ماسك فبياخد هذا الأوبجكت اللي أنا حددته بلاير لحاله، فبأي تحديد الماوس وضعته بأي مكان فهو بيقوم بعملية التحديد بمفرده. هاي أمور أسهلها للمصممين بشكل كتير كبير. من فلتر نيورال فلتر، طبعا هاي الميزة الثانية هي استطاعة تغيير ألوان الإيمج اللي عندي إياها. فمثلا هاي الصورة بقدر أنا أحولها لوينتر، بقدر أتحكم بالسيزن اللي خاص بالإيمج اللي عندي إياها، بقدر أعمل وينتر سبرينج أوتوم أي ألوان أنا حابة إني أختارها طبعا، وبقدر ألعب بالخصائص اللي موجودة عندي بالقوة تبعيتها أو بأي خصائص. طبعا هاي صورة قبل وهيك صارت بعد فحولته أنا للسيزن تاني تماما من دون ما يتغير أي شيء عندي. هاي الميزة قبل كان أنا لازم استخدم الكتير من اللايرز لحتى أقدر حقق الشيء اللي بدي إياه. فمثل ما ملاحظين إحنا بدنا إياه سبرينج، بدنا إياه سمر، بدنا إياه وينتر. انا بتحكم مثلا هاي وينتر فانا حولته تماما للسيزن اخر تماما كانه هو في فصل الشتاء. هاي الصوره قبل وهاي الصوره هي بعد. طبعا هاي اول كانت الامور اصعب بكتير من هلا، كان كتير حاستخدم طبقات متعدده لحتى انا اقدر فقط اني اختار هاي الالوان واعملها بسيزن تاني. الميزه اللي بعدها هي الكالرايز. ندخل على الكالرايز، مثلا عنا صورة بالأبيض والأسود وحابين نحنا إنه نعطيها ألوان باستخدام الكالرايز. طبعا هني بيعطيني عدد من الخصائص بيتلون عندي، لكن ممكن شوي يكون الألوان مش نظامية فأنا بحاول عن طريق الفرشات إني أحسن ألوان الصورة. بختار current layer وبختار اللون الموجود فيها الصورة وبحاول بالفرشات اني لونه. الميزة الرابعة عنا اياها هي color transfer، بحيث اني انا اجيب صورة خارجية اخذ اسحب منها الوانها واحطها على الصورة اللي عندي اياها تلقائيا. انا اخترت هاي الصورة من المجلد فهو عن طريق الذكاء الصناعي تلقائيا اخذ لي الوان الثاني وحط لي اياها بالصورة الاولى، لكن اذا لاحظنا انه الوان ضربت على الشخص نفسه فغير لي من الوان الشخص، فلذلك انا بحط تشيك على بريزيرف لحتى انا اتحكم بالوان الشخص مثل ما انا بدي الوان الصورة كاملة عن طريق الماسك. فانا بختار الماسك وبظبط الوان الصورة مثل ما شايفين. مثلا صورة اخرى انا رح اغير الوانها وذلك عن طريق سمات موجودة عنا من الجهاز هو بيعطيني اياها، ما بالضرورة انا اجيب صورة خارجية. color transfer بختار اي لون من الالوان الصور اللي هني حاطين لي اياها وهي بيقوم بتغيير الوان الصورة بشكل كامل وانا بلعب بالخصائص بالشكل اللي بريده. الميزة الاهم هي الصورة
اللي بناخده من الالستريتر. مثلا عندنا هاي الصوره اخذناها من الالستريتر وعملنا لها كومنت فيه، فرح تظهر لنا قائمه نحن اخترنا اللايرز، فهو هون نقل لنا كل الطبقه كامله بشكل كامل من الالستريتر للفوتوشوب. نقل لي اياها بالالوان تبعها بالباس تبعه، سو انا بقدر اتحكم بالباس، بقدر اتحكم بالوان الصوره قطعه قطعه، طاقيتها لحال، العين مرسومة لحال، مثلا هيك الحاجب، فأنا بقدر أتحكم حتى برسمة الحاجب بالطريقة يلي أنا بدي إياها، وهذا الموضوع سهل لي كتير أمور. ها هي بالنسبة لميزات 2022. شكرا لمشاهدتكم، ولا تنسوا رجاءً الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.